tous les matins, 7h, 9h, Imad Flash Radio, sur Shada FM. Bref, nous allons voir le top 5 de la soirée. Le top 5 du jour. Alors, vous savez, vous avez des situations où vous avez des situations Bélite. Lâche. Hein, la lâche qui goûte. J'ai bali. Elle bali. نعم البليد لا كيفاش دي فوا كتكون في طوموبيل كتهوز ملي كتبغي تنزل لشي الدار ما كتقاوي طويل ما دي سيتواسيون بحال هكا كتبغي زعما شي واحد الاخر كيكونوا مخبي قصير كتلقاه في 2 متر و 30 لا وعاودوا لينا ترى كتلقى شكرا انا ما عقلتش فكروا حتى ترجع غدا non si moi j'ai eu une situation un petit peu comme ça où j'étais avec une copine en voiture. Et il y a un moule taxi kbir qui était Rel Morana. Et on était au péage, en fait. Le temps de chercher de la monnaie, etc., on a un petit peu tardé. Il s'est un peu énervé. Après, il klaxonnait, elle est non. Nous, comme on n'a pas beaucoup apprécié, on s'est dit, on va le faire un petit peu attendre. Donc, lui, c'était son tour de payer et on s'est arrêté, en fait. Et quand il est descendu de la voiture pour exprimer son mécontentement, ils étaient 5. on a démarré directement. On a un petit peu, mais bon, on a eu très très peur. Ça, on a voulu faire des malines et en fin de compte, Marwan, أنا كانوا طرولي دي سيتياسيون بحال هكا ولكن اللي ماركاتني بزاف هي فاش كنت صغير كنت داير صعصع ديال الليسي. إيه. دونك مروان ديما هو اللي في مجلس التدبير هو اللي شاد الورقة ديال الحارس العام. ما في واحد النهار كنت انا اللي مشيت فيها درت واحد المونتيف ومشيت فيها اوكي دونك داك المروه اللي كلشي كان كيقول فوالا غيسلكهم من مجلس التدبير ومجلس التاديبي والاخر كيشوف راسو هو حاصل قدام الدراري وسورتو انا قدام داك الدري وواحد الدري كان من المشاغبين ديال الليسي وكنت ديما انا وياه محاربين دونك فهاديك اللحظه شنو كنشوف انا دوك الدراري اللي كنت كندافع عليهم واللي كنا كنحضروا في مجلس التاديبي وكنقول فوالا هادو هما الدراري وكندد لهم لي زومبلوا ديالهم خدام معاهم مزيان كلهم كيسقلبوا عليك في ديك اللحظه ماشي كتحس براسك بليد ماشي لا البلده ماشي لا راه ما فهمتيش لا انا فهمتها هكا نو علاش ماشي بليد جبان الفرق بين جبان وبليد لا جبان ما عمري ما كنت جبان ديما سوجي كاميكاز يوز ديال الويب دونك انا السوجي عندي داخل في داكشي ديال لا دراك كنت انا والدري صاحبي وي غادي بالطوموبيل ما فهمتش السوجي داخل عندي داخل حيت ديك الساعه كانت لا دراك باقا شويه اوتوريزي ماشي بحال دابا دونك انا غادي بالطوموبيل كان وحدنا غادي عندنا واحد الطوموبيل اخرى وي طوموبيل زوينه فيها دريات زوينين تخسر الهضره تصبر وي دونك بغينا نهضروا معاهم ايه نهضروا معاهم بركه واحده صاحبتها بداو كيضحكوا عجبهم من الحال وهذا واحد شويه ملي وقفناهم صدق الدري صاحبي بدا يوقفهم بالطوموبيل وقفهم ملي نزلوا راكبين معاهم اللور ثلاثه ديال الدراري غير دراري علاش غير واحد القضيه دابا درتي واحد المشكل كبير اللي هو اعترفتي على راسك في 4 سنين حبس لا ولكن شي قديم كان ديك الساعه ما كاينش لا لو ولكن دابا اعترفتي على خمسة الحوايج كيبينوا بانكم فريمون دي لاش تو ايتي لاش تو ديجا ديما جون ايتي سيور ديما ميم بيان سيور نيميرو 5 واحد النهار عتختو واحد السيد كان كيتاغريسا ب 10 ديال الناس 10 ديال الدراري كيغريسيو او فهمك مستي ضربتهم كاملين عتي سلختيهم ماشي الدراري ديال 7 سنين هما اللي يديروا لا لوا نيميرو 4 باش طلبوا طلاق من المدام ديالكم صيفطي ولدك عنده 3 سنين باش يقول لها عفاك ماما بابا مابقاش بايخرج معاك نيميرو 3 يلا وري راسك الا كنتي واعر ها صحيح مع راسك يلا بين بان لي يلا وريني نشوف غندير لك هادشي اللي جاوبته واحد الفيديو فيسبوك نيميرو 2 في الطريق ملي كتكون غادي وكتوقف في روت كتضرب مع الناس في لا سيركولاسيون عرفتي ديال الغوات الطوموبيلات اشنو كدير انت ديما كتخرج كتبروبوزي شي واحد شي كومبا في ستريت فايتر بلاي ستيشن نيميرو 1 واحد النهار في الدار كنتي مع الفوازان ديالك كتضربوا على واحد بلاصه في الكراج داك لو فوازان جمع معاك واحد التصرفيقه باق وانت ترد عليه سيغ بلاس غير في الوجه ديال ولدو ماشي فيه فوالا سيتي لو توبسيك ديال الصباح ما تكونوش لي زامي لاش الا عندكم الجبهه تكون على شي حاجه ماشي تخرجوا عينيكم هكا وفي الاخر ما كاين والو الو دابا غادي نمشيو نشوفوا اللوغوسكوب ديال هذا الصباح اللي غادي يقدموا لينا عبد الرؤوف توحشوا عبد الرؤوف توحشنا توحشوا عبد الرؤوف وي
توحشناك عبد الرؤوف. انا ما توحشوش. انا ما توحشوش انا. الو الهوروسكوب. الهوروسكوب. ما بغاش يدوك انا عبد الرؤوف. إلي با لا. إلي با لا. ديما معطل. إلي با لا عبد الرؤوف. الو شوفوا واش كاين عفاك عبد الرؤوف. تخي بيان هو كاين. بليه برج الحمل اللي بغا تمار الله يتليه بيها واللي عينه في المعقول يتحزم ويكون راجل ونص الوقت راه محاكه. طغو برج التور العالم صغير ما تكونش انت مو كبير على قد فراشك سرح رجليك. جيمو برج الجوزاء اللي فيك ما مهنيك اسيدي البس قدك يواتيك الا درتي راسك في النخاله الدجاج راه ما عليه والو. كانسير برج السرطان اللي زربوا معته واللي تعتلوا حتى هما ماتوا الدايم الله عام شوية عليك مية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. اليوم برج الأسد سيد القومي داك اللي ساري ضرب عليهم في تمالة وتحية بالمناسبة اللي بغى لدوار ولد مهنية كيزقي الماء دوار كامل. فيرج برج العذراء انت مشاكيس مع ذلك محبوب اهتني بأسنانك السوسة لديها خطة جديدة للاستعمار قاوم الجراثيم بروح وطنية عالية. بالانس برج الميزان الاخبار كدور عرفتي شحال ديال الكذوب كتسمع في النهار انت اكبر غماق على وجهلك ولا ضحك معك شي واحد ما تكونش دغيا كتكشكش. سكوربيون برج العقرب انت قريب الزهر اللي بعيد انت غادي وهو جاي ملي كتلاقاه وكتدفعوا كبير على بعضياتكم ايوا خلاص. ساجيتير برج القوس ميلا لا واش سالوني ميلا لا واش دوك عليا الحوته كتخنس واري وياك تلعبي مع الدراري. كابريكور برج الجدي اللي دا ما خلى واللي بغاك عليك ما يتخلى وشحال منهم كيضحكوا عليك كيتفلى. فيرسو برج الدلو اجي حتى تبغي تمشي عاد سير ما تبقاش غادي جاي بحال السرباي في القهوه ولا طالع هابط بحال الدلو في البير. بوسون برج الحوت قبل ما تزوج فكر في كواريو البارح ماشي هو اليوم الحوت راه ما كتنفس في الهواء راه كتنفس في الماء يا هواء مسلامة عليكم. شكرا عبد الرؤوف لهاد لوغوسكوب اكسيبسيون. غنمشيو ديريكتومون نشوفو لاستوس الاولى ديال هاد الصباح ديال ليلى. لي استوس مالين دو ليلى. L'astuce de cette semaine, je vais vous parler kifash nhidou les taches de zit ou de le gras. Vous venez de renverser de l'huile sur un vêtement ou bien qu'il y a une tache de gras sur le canapé. C'est un petit problème, mais bon, pas de panique. Traitez-les comme des astuces sahelines et rapides. Surtout, mettez des louches l'erreur d'essayer de faire partir la tache mêlement. Parce qu'en fait, le mal va faire entrer encore plus profondément le gras dans les fibres du tissu. Donc, c'est vrai que on a le réflexe lourd les tics qu'on a dans le film quand on a une tache qui me canne qui me suis directement dans le lavabo ben je dirais chétement pour ne pas et ben non pas du tout c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que justement la tache d'huile va s'incruster encore plus dans les fibres du tissu donc il a la tache d'elzit à Edjdid vous venez juste de la faire dirons la hamd là mettez les hamd Marouane faut suivre écoute d'abord qu'on aime j'ai dit. Donc, j'étais en train de dire, si la tâche HDDA, déro tout de suite du talc pour absorber le liquide. Il amène comme le talc, tu déro chouïa d'altrin. Ça va absorber tout de suite le liquide, donc, l'huile. Donc, quand tu fais un restaurant, est-ce qu'une tâche que tu te calmes là, smicho, là talc, mal qu'jish, que tu vas cuisiner, que tu dis Allah yarhamhi wa yushfi fihi. Au moins la tâche elle est partie. Mais surtout ce qu'il faut pas faire, il faut pas mettre du sel parce que le sel va abîmer en fait le tissu quand il va rentrer en contact avec l'huile. Non, parce que tu as parlé de restaurant. C'est pour ça, je me suis dit le melha elle est sur la table, tu vas vouloir mettre du melha mais tu mets pas du melha. Là, mais ça marche pas. OK. Donc si la tache d'huile elle est un petit peu qadima, radelo du talc ou au-dessus radelo, vous savez les feuilles absorbantes qu'on trouve dans les grandes surfaces. Vous allez passer un fer chaud, mon foco. Comme ça, les feuilles absorbantes vont absorber avec la chaleur la tache de gras. Là, justement, parce que si tu le mets directement au lavage, ça va se laver directement avec de l'eau qui va incruster encore plus la tache ou la tache qu'elle prend. Donc, il faut faire tout ça avant de mettre des roues en machine. وي عندك صح ديجا وقعت لي انا ديجا درتها في لا ماشين ما تحيداتش لاطاش ما تحيداتش فوالا تزاد كتزاد كاع لا كتبقى ملي كتنقصها شويه صافي وكتبقى بحال هكا داكور فوالا سي اون بون استوس هاد الصباح هذا ميرسي بوكو ميرسي ليلى. دونك ان فيت اي اوسي سي فوز افي سي لا تاش جات سور ان فيتمون ان كوتون يا اون اوتر استوس فو لو ديروف شي بانيو مع الماء افيك ان بتي بو دو ليكيد فيسيل. D'accord. Le liquide vaisselle a comme propriété pour enlever justement les taches de gras. Donc, dans le bagno, il y a une petite heure pour mettre de l'eau en machine.
tout simplement. Bah, c'est intéressant. Voilà, donc merci. Vous pouvez retrouver les astuces sur la page Facebook de Imad Fla Radio ou la Dial Shada FM. Imad Fla Radio sur Shada FM. Alors d'abord, la dernière rubrique du programme, c'est le laboratoire des ihsaïyat lima kislahou le walou. Le laboratoire des analyses inutiles. سمعتوا اكيد بالقرار ولا التوصيات اللي كانت طرفعات ديال ان الدارجه كمقترح ان الدارجه تولي كتقرا في التعليم سمعتوا بها اسمها الامازيغيه الدارجه مازال انا ما سمعتش بها وقالوا باللي الدارجه وكان مقترح دابا اللي تقدموا به بعض الهيئات المدنيه يعني جمعيات ومؤسسات اجتماعيه اللي قالوا لكم كوانتوري وكنقريو الدارجه في التعليم العمومي هذا الشيء غادي نسولوا عليه الناس غادي نشوفوا ردات الفعل ديالهم وشنو الراي ديالهم في الدارجه انا جو بونس الا بغاو يعرفوا واش غتقدي ولا ما غتقديش يجربوها في الليله الاولى اكيد بصح خاصها ديكور ديال الدارجه ليلى تبغي تعلمي الدارجه ديجا جابران ديجا لا جي ابري ان نوفو مو سيتي كوا ديجا هانسيتي حقلو سي سا اشي جابران تو لي جور هادي الا بغيتي تهضروا بحال ليلى عندي واحد لاستوس والله الا عندي واحد لاستوس سي تري فازي اسمحوا لي غادي نستعمل هادشي ها شوف تخيل معايا I'm sure. الو السلام عليكم وعليكم السلام معك مروان من مكتب احصائيات اللي ما كيصلحوا والو عندي لك بعض الاسئله وبغيتك تجاوبني عليهم بصراحه واش عندك 5 دقائق من الوقت ديالكم تعطيهم لينا تفضل سيدي مرحبا شنو بان لك في الدارجه اللي قال لك باغينها تولي تقرا في المدارس هادي بديل طيب من حكومه جديده نتمنى ان تعطي شي انجازات بحال هاش تقدمون ولاو حتى حنا نديو كاس العالم ونشاركوا في كاس امم افريقيا مزيان هذه بادره طيبه مزيان بالدارجه نقدروا نمشيو بها بعيد كاع على هذا الشيء قول لي قالوا لي بلي الدارجه ولات كتقرا في بلاد اخرى بحال هاش بحال الشينوا بحال الجابون بحال الامريكان بزاف ديال الدول وقالوا لي حتى زيمبابوي واقيلا ولات كتقريها قول لي شنو هما الاساسيات ديال الدارجه الاساسيات يخصك يكون عندك واحد لو ديفونس مزيان وكتميليو يكون عندك ميليو اكسبيرمونتي باش يمكن ليه يوزع الكره الهجوم باش يكون نتيجه ويكون مدرب مزيان مزيان هاد القضيه هادي وراه كلشي كيكون على المدرب شحال من واحد كيهضر الدارجه في العالم شي 6 المليار واه 6 المليار على هاد الحساب هي اللغه الاولى في العالم احسن بزاف اللغات شنو هما اللغات اللي جايين من بعد الدارجه اللغه الانجليزيه عاد تبعها اللغه الشينويه فين ولات كتقرا الدارجه في الحمامات في القهوه في ما مشيتي كاينه شيخ الحصول تبقى على خير الله يعاونك السي Voilà, merci, merci beaucoup, Marwan. Voilà. Qui est chinois, qui est jobo. Menitum. C'est vrai que le hammam, quand tu t'amènes à Darija, je suis là, 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 لبس الحمد لله كيداير بصح كيداير كلشي مزيان وصلتي للدار جيت للدار انا جاي عندك دابا واخا يلا سلام شكرا اسمح لي عندي واحد الرونديفو نساليو البرنامج ميرسي بسلام عليكم عندي رونديفو بسلام بسلام ادي بعدا رونديفو دوما ماتان à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe